بابا كيفاش هادي تخليهم وحدهم؟ شوف عزيز، غير هدن روحك ما تبهدلناش. كاش ما عندك تصاور مخبيهم في هذيك الدار؟ ما كاش تصاور، كاين حوايج تاع العسكر. وشنو؟ قولي لي انت، مع من راكي عايشه هنا؟ عايشه مع اختي. ايه هذيك اللي كانت برا؟ اخرج من هذيك البيت، ما راكش تشوف بيت نتاع رقاد. قلت لي انتم بنات فاميليا ياك. المهم جيت على حاجه واحده اخرى دركا، وانا راكي مخبيه رانا. اليوم كنتي تعسي فيا، قولي لي علاش كنتي تعسي فيا؟ ها يا هدري، وين راكي مخبيتها؟ العسكر ديالك مقبل قلبو الدار وما صابوهاش، ما راهيش عندنا. كنت انتي وياها في تاكسي واحد وقعدتي تبعي فينا، ومن بعد رحتي للدشره باش يعاونوك، والشوفير وصلكم للدخله تاع الحومه. راني نقولك ما عندي ما دخلني. قلبه تعيش وخرج من داري وخليني في حالي دوكا. ما راكمش تشوفوا بلي ما كان حتى واحد. ضبط، جيب العسكر معاك وروح. مفهوم حضارات، امشوا. افتحوا هذا البير وشوفوا، على بالي بلي راهي هنا. بصح كيفاش هي كامل تقدر تدخل في هذا البير الصغير؟ ارفضوا الطفلة معكم. بصح حضرت يا اخي، شفت بلي مدام رانا ما كاش هنا. جاب لي ربي ما راهم عارفين والو. لا لا على بالي، شفت كلش بعينيا، وانت كنت حاب تقتلها. هيا سكتين، هاي راهي تقول بلي كنت حاب نقتل اختي. سمعت يا ضبط، ضحكتني شغل، راهي تحكي في كاش نكته. ارفضوها منا. استناو، بصح انت ما عندك حتى حق تلفتني خاطر ما دايره والو. انت ما راح تقدر دير والو. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi Ağlasam
kimse görmese beni, derdimi, sırrımı kimse bilmese, kar denen misali bu sebebi halimi. يا عقيد أروح معي. إيه مفهوم حضارات. قدرت كاراي مكاش معها اللعب، غير الزربو خرجوا هذيك المرة منها. بابا إلي فرح أمان عندك. إذا راك تحوس على مصلحة إلي فرح سيبقى رانا قبل. وين خبيتو مدام رانو؟ في الدار اللي قدامنا. عزيز الحمد لله نتي. أنا كيفاش حتى جيت لهنا؟ أنا هو اللي جبتك العشية. وإليف وين راهي؟ إليف باش تخبيك عليهم ضحات بروحها، راهم يحقوا معها دوكا. بصح انت علاش حتى تعاون إليف؟ مدام رانو، إليف مرتي، تزوجنا بتخبية. يا رب يكون معانا. خوك قدرت ما رحش يخليها تخرج حتى يصيبك انتي. ما قدرتش نفهم أنا علاش راهي يدير لي هكا. على جال طابلو، خاطر إبراهيم وصاها توصل لك هاد الطابلو، على بها جات عندك السبيطار.
كاين فيه لداخل برية خلاها عم إبراهيم وحابك تقرايها. اسمحي لي أنا لازم نروح، وانتي دوكير تروحي وتهربي هي تولي وتسلكي مرتي. يعني انت يا راكي حابه تبسي راسك؟ خلاص هكذا راكي قنعتيني باللي ما تعرفي والو عليها، وزيد يعطيك الصحه على اللي عاونتينا. تقدري تروحي. وماذا برانا؟ راح تخليها في حالها ولا لا؟ احنا ما عندنا حتى مشكل معها، يكون في علمك انا نحب اختي رانا بزاف، وتقعد اختي من بابا ويما. ايه على بالي مازال كي مأمنة بهذيك الحكايه. صح هذيك الهضره ما كاش كاع منها، ونقول لك هادشي على جال مصلحتك. ايا اخرجي اخرجي. جبتهولك تاني، عندهم علاقة كبيرة بيني وبينك. إليف هي بنتنا حنا رانا، كي تشوفيها عنقيها. وسمحي لي رانا إبراهيم. واش راهي دير هادي؟ واش تسحق هاد الطفلة؟ جات تحوس تخدم كوسيرجا. وش من كوسير جا؟ راني جاي لعند الجنرال قدرت. روحي هنا خزري فيا. خير وش كاين؟ انتي وش يقرب لك قدرت باش تجي لعندو؟ انا يقرب لي واحد كيما هذا بعيد الشر. جيت هنا باش نسجل.
وشكون شدك؟ بصح قعد لي مشكل واحد نتاع تصويرة، مانيش حابة نتصور بلا خيمر، بصح لازم عليا نسجل في الجامعة. ايه وش راكي حابة ندير لك انا؟ اذا تقدري تعاونيني باش تسهلي عليا نسجل نقرا، تعيشي حطي روحك في بلاصتي. يا سيدي لو كان كاش واحد يدير هكذا لبنتك كنت رديتي بهذا الشيء؟ على بالي ما راحش تقبلي عليها يصرالها كيما صرالي. انا ما عنديش بنتي، وحتى لو كان جا عندي عمرها ما راح تكون كيما انتي. كيفاش انا درت هكا؟ شوفي بنتي، انتي راكي ضحية تاع والديك. والديك مساكن ما عرفوش يوريو لك الصح، بالك لو كان جيتي من عائلة واحدة أخرى لو كان هادشي كاع ما صرالكش. بصح الغلطة كامل تاع اليمات، فهمتي دوكا؟ ماني حابة نسمع حتى كلمة على يما، فهمتي؟ سمحي لي، هذه هي عائلتي. واحد الكلبة منافقة حبة تخفي الطار، بصح ما لدوك نوري لك وش منتصور شاكي تهدري. والله غير نخليك تندي عن النهار اللي خممتي فيه النيري فيا هكا. بصح انا ما درت والو، والله ما راح تسركي من يدي، والله غير نكره لك حياتك يا واحد الكلبة، والله ما تولي طبيبة وديري واش ديري. يا ربي العزيز وش درت انا؟ وش كنت ندير يا ربي؟ وين راهي مرتي؟ لا لا قصدك وين راهي رانا كراي؟ راك حاسب وقيلة هذا لعب دراري؟ ماشي لعب دراري، سيد راهو حاب يقتل اختو. انت واش دخلك؟ كيفاش واش دخلني؟ مرتي على جالها راهي مرمية في الحبس. خلاص ما انا راح جيب رانا كراي. لو كان دوك تفحلو يدير معاها تحقيق راح يعرف باللي راكم مزوجين، فهمت؟ يدير واش يحب، انا ماني خايف من حتى واحد، ولو كان يخمم يمس شعره من راس مرتي، والله غير نحرق الدنيا. رد على التليفون يلا، هيا. الو عزيز إليف، قلت لهم بلي ما نعرف والو طلقوني. خلاص وين راكي دوكا؟ رايحه للدار. مليح، مالا روحي دوك للدار ودوك شويه نلحقك. قولي لي راكي مليحه؟ راني مليحه ما تخافش ياك مادام رانا راي مليحه. مليحه، عطيت لها هذيك الامانه. نحبك عزيز. وانا تاني نحبك إليف. كش ما كاين؟ طلقوها من الحبس. وين راحت؟ ايه وين راحت؟ للدار. ورانا كراي؟ روحوا حوسوا عليها عزيز.
تقدر تفضل داك تليفون. شكون؟ مدام رانا. الو مليح مال، معناتها راكي حابه تفري الحكايه. لازم نحضر معاك رانا. انت يا صح راكي مريضه، راح نعاود نهضر معاك نفس الهضره كل يوم. بصح هاد المره راح نهضروا في حاجه واحده اخرى، مثلا على بنتي، بنتي إليف. لو كان كنت راجل روح لعندي. انت اللي هضرتيها لها ياك؟ ايه هضري يا لالا، قولي لي كلش. لو كان غير انا اللي قلت لها، شح فيك تستاهل. اختك رانا عمرها ما راح تسامحك. طلقني، راني قل لك طلقني. بعد بعد عليا، واش بيك تهبلت؟ واش راك دير؟ راني قل لك طلقني. انتي ما عندك ما دخلك. ايا خرجي، لمي لها كاع قشع، حل كراك. دوك قول الناس راحت ايامات للخارج، ما نحبش نزيد نشوف قدام عينيا. خرجي منها وبالك تولي. ايا ودي عطيني حوايجها. واش راكي تخسري فيا؟ الباب منا. اصبر عليا شويه ونوري لك الخيانه نتاع الصح كيفاش دايره. والله ما راح تروح لك يا قدرت.
إليف، إليف جوليا وراه أختك؟ شكم سلكونا حنمان؟ احنا غرق. كاش واحد يعاوني؟ خلاص احنا غرق. سلكونا. إليف تبحرت. وشنو هاد الهضره يا وليدي؟ رانا في الخدمه في قل عمرك. إليف تبحرت باب على بالك شما صرالها؟ خلاص بركات مركتها. كرات كل دقيقه تجبد لي على مرتك. مادام ما راكش قادر على شقاك علاش تتزوج بيها؟ خليها. لو كان ماشي انت دخلت روحك، لو كان انا عرفت كيفاش ندافع على مرتي. معليش سمح لي، غلطه ديالي اللي جيت لعندك. ارواح انا وراك رايح. دوك كامل راح يعرفوا السر. احبس تم، راني نقول لك احبس كيما راك. دوك كيفاش راح ندير مع هاد الطفل باش نحبسو؟ وليدي حبيتك تكتب لي تقرير على عزيز ايضا عن عدم اطاعة الاوامر وبتهمة عدم تنفيذ الاوامر، يتقدم للتحقيق. دوك يشوف. مدام رانا. نعم عزيز. إليف ما كاشها منك بالصح. ايه تبحرت مر ما خرجت من الحبس، لازم تجي خاطر غير انتي اللي تقدري تصيبيها. انا ما نفهم والو، نسحق مرتي تولي لي. وين راهي إليف؟ واش درت للطفلة؟ أنا خليتها تروح. لا لا راك تكذب عليا. شكون راهو يحط لك هاد الحكاية في راسك؟ على بالي بكلش. شوف براهيم بعت لي هادي. إليف هادي بنتنا، كيفاش عطاك قلبك دير هكا؟ اديت لي بنتي من يدي وعطيتها العائلة واحد اخرى. الحمد ربي ما قتلتهاش، بصح راح نقتلكم انتي وبنتك. مانيش حامل نزيد نسمع هاد الهضرة من عندك. خسارة دوك طفرت. قلت لها بلي بنتك
لا لا، وبالك عمري ما نقدر نقولها لها، ما نقدرش نوقف فوتها ونقولها انتي بنتي وانا يماك. ما لا غير ما تقولي لهاش، خاطر ما نجنا ونخسر بلاستي على جالك وعلى جال بنتك. اصلا ما يشرفنيش وحدك كيما هذيك تكون من العائلة ديالي. لو كان ما تقوليش وين راهي إيلي فدوك نفضحك قدام كاع الناس. تعيش رجع لي بنتي برك ونسكت. والله غير نسكت ونقبل نشوفها طول عمري من بعيد. وزيد حتى في الجامعة كي البارح كي اليوم حاجة ما راح تتبدل. نوعدك ندير كل حاجة تحبها. رجع لي بنتي برك، قولي برك وين ديتها وما سحق حتى حاجة منك. عزيز يما مانيش لاتي بهاد الحوايج. عزيز وليدي دقيقة برك، روح نقعدو في كاش بلاصة ونقصرو. يما دوك ما راني قادر نهضر مع حتى واحد. عزيز دوك بابك عيطلي ودار بك تقرير يا وليدي. ايه برافو عليه، اللي يحب يديرو يديرو، وانا تاني راح ندير كيما هو سوا سوا. عزيز الو انعم. عزيز راني عرفت بلاصتي إليف. وين راهي قولي؟ راهي في قلتالة مسكينة، رماوها لتماك. بنتي راح تموت. اضرب عزيز. عزيز عزيز وينك رايح؟ يا ربي. بتاريخ 27 جويلية 1998 الجنرال قدرت كاراي داهم منطقة قرتلك مجمع قرجة في اسطنبول، وأنوه أنه ما فعله خارج القانون العسكري والمدني، فليكن بمعلومكم
اسمح لي، حبيت ادير لي كوبي على هذا الفيديو. قولي شحال تحقي من كوبي؟ 5 خويا فيهم بركة. اه فهمت. إليف، إليف راكي. مانيش قادرة نحمل كتر من هكذا، أنا خلاص مانيش قادرة. مدام رنا، لقيتي إليف؟ لازم نروحوا من هذيك الجهة، بصح مانيش قادر نفتح الباب. اجري. إليف، لا ما تقوليش. إليف، 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 وراكي إليف. إليف، 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 راهي عايشة ولا لا؟ لا. قتلتوها؟ آيا الزربي، آيا آيا ردي عليا. كل مقوى عليها الريح حول التوبات.
جارية كل ليلة عليها يطيح حكات وخاطر هكداك وقعدة شتى إلف كل ما صعب طريق عيات وفاقت قالت للخوف ما راني سطى طاحت ونادت انجرحت وطابت دايما واقفة إلف الصبري والقدرك شدي ما تدري الخير من جاي تحلى لك ليام وتصفى لغيام يا مناس معك صبرت آه قسمة لمحان خليها عليك تحلى